عدد من الوزراء ومن المسؤولين على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أرسلوا برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. في هذا السياق عقد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق عقد اجتماع مع عدد من المساعدين للوزير ومع القيادات الأمنية. الاجتماع ده كان خاص ببحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية، وطبعا هتشهد عديد من الفعاليات، هتشهد الكثير من التجمعات والاحتفالات، وبالتالي كان هناك أيضا الكثير من التوصيات. عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية بمركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، كما تواصل مع جميع مدير الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية عبر الفيديو كونفرنس لمتابعة استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية التي تشهد العديد من الاحتفالات والفعاليات، حيث استعرض الوزير محاور الخطط الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين، وتابع مع القيادات الأمنية الاستعدادات وخطط انتشار القوات، ووجه برفع درجة الاستعداد إلى القصوى والارتقاء بمعدلات الأداء، مشددا على ضرورة التواجد الأمني بالشوارع والميادين لتأمين المحتفلين والمنشآت الهامة والحيوية، ونشر قوات التدخل السريع والدوريات الأمنية وعناصر البحث الجنائي بكافة الطرق والمحاور، وتعزيز قوات الحماية المدنية ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية مع سرعة التعامل مع المواقف الطارئة والتوظيف الأمثل لطاقات القوات، وأكد على ضرورة أن تواكب الخطط الأمنية ما يفرضه الواقع من تحديات وصولا إلى تحقيق أمن الوطن واستقراره، بما يعزز مسيرة التنمية والبناء ويحافظ على الإنجازات والمكتسبات الوطنية. وشدد على ضرورة وجود المستويات الإشرافية لمتابعة خطط التأمين وتنفيذها على الأرض مع مراعاة البعد الإنساني عند التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية. وأكد وزير الداخلية أن التحديات الأمنية التي تفرضها المرحلة تتطلب العمل المستمر والانضباط في الأداء وتنفيذ القانون بكل حسم والتصدي لأي محاولة من شأنها المساس بأمن واستقرار البلاد، وأشاد بجهود رجال الشرطة والقوات المسلحة في تحقيق الأمن والاستقرار. ميدانيا شهدت الطرق والمحاور الرئيسية والميادين ومحيط دور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية انتشارا أمنيا مكثفا تنفيذا لخطط تأمين الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، حيث تجوب قوات التدخل والانتشار السريع الشوارع والميادين للتصدي لأي خروج عن القانون، كما ارتكزت الخدمات الأمنية أمام المنشآت الهامة والحيوية مجهزة بأحدث التقنيات ومجهزة بعناصر مدربة للتعامل السريع مع المستجدات الأمنية، إضافة إلى عمليات التمشيط المستمر في محيط المنشآت الهامة والحيوية. كل هذه الإجراءات تهدف إلى توفير مظلة من الأمن والأمان للمحتفلين في كافة ربوع الوطن. يا رب يديم علينا وعلى بلدنا نعمة الأمن والأمان إن شاء الله، وتكون الاحتفالات في هذه الأيام الجميلة أيام الأعياد احتفالات في أجواء من السعادة والفرحة والبهجة بإذن الله، ويسودها الأمن والأمان على وطننا الحبيب بجهود الرجال اللي حضراتكم شفتوهم في التقرير، رجال وزارة الداخلية ورجال القوات المسلحة، الناس اللي سهرانة والناس اللي شايلة أرواحها على كفوفها عشان خاطر الناس تبات في أمان وتعيش في أمان وتعيد في أمان وراحت بال الحقيقة على نفسهم وعلى أولادهم.